وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يطلعان على سير تقدم مشروع السكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى. جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بقرقنة توقف خدماتها والمعوقون وعائلاتهم يشكون تدهور وضعيتهم. الخارجية الروسية تصف العملية العسكرية شرق أوكرانيا بالجرائم الدموية وتقول إن كييف ستحاسب عليها. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في زيارة إلى مشروع السكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى، قام وزير الخارجية الفرنسي والألماني بالاطلاع على سير تقدم المشروع الذي تمول فرنسا وألمانيا قسطا منه وتقدر كلفته الجملية ب 550 مليون يورو. مشروع السكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى يربط بين تونس العاصمة ومنطقة القبيعة وتونس العاصمة ومنطقة بوغاتفا. مشروع تقدر كلفته الجملية ب 55 مليون يورو، ساهم في تمويله المانحون الأوروبيون بنسبة 60%. المشروع في مرحلته الأولى خذينا بعين الاعتبار معنا خصوصية الجهة اللي ما خذتش حظها معنا في السابق في مخصص في حقها في النقل، وهذاك علاش معناها أعطيناها الأولوية. المشروع إن شاء الله يكون جاهز في جويلة 2017، وباش تكون معناها طاقة الاستيعاب متاعه في حدود 600 ألف مسافر يوميا. مش يسهل يظهر لي زاد الحركيه لهنا؟ اكيد هو مش باش يسهل برك، يعني معناها انا نعتبر انه مشروع لارافير لو ريزو فيروفي رابيد معناها باش يغير خارطه النقل في تونس بصفه عامه لو جراند تونيزم. مرحلة أولى من المشروع تمتد على مسافة 18 كيلومترا ونصف. قام وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني بالاطلاع على الجزء الممتد بمنطقة السيدة المنوبية. هو مشروع سيساعد تونس كثيرا ويخلق حيوية ويسهل الحركة ويوفر مواطن شغل أيضا للتونسيين. نحن سعداء بتمويله. أعتقد الزيارة هذه فيها دعم للمشروع، دعم لتونس، لأنه يعني بالزيارة هذه معنا فما ميساج قوي مش يتعدى للعالم بأن تونس فيها مشاريع قاعدة متقدمة فيها الأمن. 35% هي نسبة إنجاز المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال في جويليا 2017. جمعية ورعاية القاصرين ذهنياً بقرقنة اضطرت خلال الأسبوع الجاري إلى التوقف عن إزداء خدماتها إلى منظوريها داخل المركز أو الذين ترعاهم عائلتهم بسبب تراكم ديونها وعجزها عن صيانة تجهيزاتها، عجز كانت له انعكاسات على المعوقين وعائلتهم. نور تظل تنتظر زيارة المربية فاطمة لتقوم بشؤونها، كما لا يمكن لها أن تنتقل خارج البيت دون وسائل نقل جمعية رعاية القاصرين ذهنيا فرع قرقنة. هي الجمعية الوحيدة الليمانية بينا وهي اللي تعاون فينا بالكربة هذه، نسافروا يخرجونا نعملوا دي فواياج، هي اللي تهزنا للسبيطار، يعني تقف الكربة هذيك بلاسك احنا زادا نقفوا. حوالي 20 حالة رعاية بالبيت على شاكلة نور، ومثلها السيدة بيا التي ما زالت تذكر يوم عجزت الجمعية عن مساعدتها في رعاية زوجها وابنتها. نهار اللي سفرت انا ولا مسين سفرت صار فيه لا نلقى شكون يطلع معايا في الكار ولا نلقى معناها شكون يوصلني، معناها التاكسي ما يهزنيش من البابور للسبيطار. الفتره هذه تراكمت الديون علينا وعندنا وسيله النقل طاحت زاد يلزمها برشا صيانه، وعندنا وسائل النقل الاخرى سيارات نستغلوهم في رعايه بالبيت وفي تنقلاتنا للرياضه والمستشفى الجهوي بصفاقس وحتى المستشفى الجهوي بقرقنا، زاد في حاله في حاجه للتامين. لا عندنا بسيكولوج لا ارتوفوني لا مصر لا الكيب كله ناقص، كان عندنا امكانيات كان هذا يكون موجود ويكون العمل انجع وخير. ازمه ماديه خانقه وظروف تربويه تدعو الى مراجعه جذريه لطريقه التعامل مع هذه الشريحه. نحب كار تصلح لنا الكار ونحب منتج ونحب تقعدوا لنا السنتر.
بين السيد المدير الجهوي عند اتصال به هاتفيا فهم قال لي راهو براسك الميزانيه نتاع الجمعيه هذه 90% من الدوله فهمتي وقاعدين يصرفوا لهم فيها بصفه انتظاميه يبقى ال 10% يلزم هنا الجمعيه والاعضاء نتاعها معناها ينشطوا شويه يطرقوا البيبان. اتصلت كيف الشركه نتاع الخدمات البتروليه وشرحت لهم الوضعيه قالوا لي اعرب عن استعدادهم انا المساهمه قلت لهم فيهاش برشا مشاريع وفيهاش برشا شركات نظن مشروع نتاع اسمه مركز استياف للمعاقين ينجموا يخدموا فيه هما خاطر المشكل نتاع المعاق الذهني هي الانتجراسيون. مقترح مشروع لتفادي الازمات الماليه لهذه الجمعيه وحظوظ النجاح فيه قد لا تحتاج الى دليل مع وجود هذه القطع الفنيه التي تبحث عن من يعرف قيمتها مثلها مثل الانامل التي ابدعتها. في أخبار المجلس الوطني التأسيسي فمسألة أجور نواب المجلس والمنح المسندة لهم ما تزال موضوع جدل، فقد دعا عضو المجلس لحبيب الهرقان في الجلسة العامة لنهار اليوم رئيس المجلس إلى الكشف عن المنح والأجور الحقيقية للنواب، وذلك في رد على تصريح لرئيس جمعية الشفافية المالية سامر مادي في نقل بثته القناة الوطنية الأولى في نشرة أخبار الأمس. نطالب أولا برفع لكل لبس ولخبطة وتفادي لتغليط الرأي العام. نطالب من رئاسة المجلس نشر هذه المنحة والحديث عنها في كل القنوات. اثنين، إصدار بلاغ يتضمن استنكارنا لهذه التصريحات من طرف المساكين والتي تمس من كرامة النواب والمؤسسة ككل. نطالب بمقاضاتهم جميعا. ثالثا، مكتوب رسمي للوسائل الإعلام على اختلافها أن تحجم عن ترويج هذه الأكاذيب والمخطط لها في كل مناسبة، وعلى كل مخالف لذلك يتحمل مسؤوليته الجزائية. وكان سامي أرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية قد صرح للأنباء بالزيادات التي وقعت على مستوى المنح المسندة للنواب. من سنة 2012 إلى سنة 2013 المنح متاع نواب المجلس التأسيسي اللي كانت سنة 2012 13 مليار من المليمات ولات سنة 2013 15 مليار من المليمات. إذا كان نقسموهم على 217 نائب يتكلف النائب ب 5760 دينار شهريا. مثلا ميزانية الأسفار اللي كانت سنة 2012 100,000 دينار ولات 250,000 دينار سنة 2013. مصاريف الاستقبالات لغيسيبسيون كانت 100,000 دينار ولات 200,000 دينار. إلى الحدود التونسية الجزائرية حيث يكثف الجيش التونسي وجوده وتحركاته على مستوى الحدود التونسية مع تواصل العمليات الأمنية والعسكرية فيما وصف بأكبر عمل عسكري منذ الاستقلال، فقد اتسعت رقعة التمشيط في جبل الشعامب والجبال المجاورة له إلى جبال الكاف وجندوبة لتقفي أثر المجموعات الإرهابية في هذه المناطق الوعرة من حيث تركيبة التضاريس، جهود تقابلها القوات العسكرية الجزائرية بالجهد نفسه. تفاصيل في الموضوع تتحدث عنها مراسلتنا في الجزائر ريم أيت جرين. حالة استنفار قصوى تشهدها المناطق الجبلية المحيطة بإقليم منطقة القبائل شرقي العاصمة مدعومة بتشديدات أمنية مكثفة على طول الشريط الحدودي وبالأخص على مثلث الحدود مع تونس وليبيا وكذلك من جانب مالي لمنع تسلل الإرهابيين الذين يبحثون عن منافذ للإفلات من مطاردات الجيش. لازم نعرفوا باللي الإرهاب عنده خلايا نائمة تنتظر الفرصة المناسبة والملائمة للقيام بهذه العملية. الحاجة الثانية اللي هما لتخفيف الضغط على مراقبة الحدود، هما لما يقوموا بعملية كما تعتزي وزو يظنوا أو يهدفوا إلى الضغط على القيادة العسكرية باش تخفف المراقبة على الحدود وهذاك الوقت
تسهلهم العملية ويسهل عليهم التنقل. العمليات الأمنية التي تأتي عقب هجوم تيزي وز الذي استهدف عسكريين شرقي العاصمة الجزائرية توسعت إلى كامل الشريط الحدودي بعدما كشفت المعلومات الأولية التي وفرها المحققون من قسم الأسلحة في مخابر الجيش الجزائري أن الذخيرة الحربية المستعملة في اعتداء تيزي وز هي نفس نوعية الأسلحة التي تم تهريبها من مخازن النظام الليبي السابق. أي ضعف في تونس ينعكس بالضرورة سلبا علينا، وأي تمكن لإرهابيين من توجيه ضربة هنا في الجزائر يشجعهم على توجيه ضربات أعنف في تونس. هنا أعتقد أن التعاون التونسي الجزائري في المجال الأمني والعسكري والمعلومات والاستخبارات يجب أن يكون قوي جدا لتمرير هذه المرحلة. وأعتقد أن الإرهابيين يريدون يستغلوا مثل هذه العمليات، يستغلوها نفسيا للترويج لممارستهم. هذا ويشهد الشريط الحدودي الجزائري تطويقا أمنيا مكثفا يتزامن مع عمليات تمشيط في جبال الشعنبي تعد الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب على الإرهاب في الجانب التونسي. وبحسب مصادر عسكرية فإن الإرهابيين الذين نفذوا اعتداء تيزي وزو يحاولون في الوقت الحالي ولوج جبال العصفور في الحدود الغربية للبلاد بحثا عن أرضية آمنة للاستراحة فيها بعدما أغلقت عليهم جميع المنافذ في الشرق والجنوب الشرقي. ريم أي تيغرين، التلفزة الوطنية التونسية، الجزائر. سوريا، قال نشطاء عشرات الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارات جوية على سوق للخضر في بلدة تسيطر عليها المعارضة المسلحة قرب مدينة حلب. وكثفت القوات النظامية السورية غاراتها الجوية على المدينة والبلدات المحيطة بها بعد أن حققت مكاسب حول دمشق وفي وسط سوريا. في الشأن العراقي، موجة العنف تحتد هناك قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 30 أفريل الجاري بعد أن فجر مسلحون مجهولون مركزا انتخابيا في محافظة الأنبار نهار أمس وقتلوا 3 من حراسه. وتوجه الشرطة أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أنها ستفتح مراكز اقتراع للنازحين من محافظة الأنبار في صيغتين، الأولى للنازحين إلى مدن محافظة الأنبار والثانية للنازحين للمحافظات العراقية في الوسط والشمال. ويتنافس في محافظة الأنبار 272 مرشحا من بينهم 82 امرأة للفوز بالمقاعد المخصصة للمحافظة والبالغ عددها 15 مقعدا. ما تزال الأزمة الأوكرانية تشتد وسط احتداد الاتهامات بين روسيا والولايات المتحدة بشان مدى سعي كل منهما إلى إيجاد حل للأزمة. احتدت لهجة الاتهامات بين واشنطن وموسكو بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية، فقد اتهم جون كيري وزير الخارجية الأمريكي روسيا بالتضليل وزعزعة الاستقرار في أوكرانيا متوعدا إياها بمواجهة المزيد من العقوبات. وشدد كيري على أن روسيا تواصل تمويل الحركة الانفصالية وتنسيق خطواتها بدل بذل الجهود من أجل تسوية النزاع في المنطقة. من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن بتشويه اتفاق دولي بشأن الأزمة الحالية من خلال مطالب جديدة. وكانت روسيا قد دعت الولايات المتحدة للضغط على أوكرانيا لوقف هجماتها على الانفصاليين المؤيدين لموسكو شرق البلاد، مهددة الحكومة المؤقتة في كييف بمحاكمتها على الجرائم الدموية التي ارتكبت هناك. وعلى الميدان، أكدت قوات الدفاع الشعبي إعادة سيطرتها على الحواجز حول مدينة سلافيانسك، فيما أكد رئيس الوزراء الأوكراني أن روسيا تسعى لإشعال حرب عالمية ثالثة باحتلالها أوكرانيا عسكريا وسياسيا وخلق صراع يمتد إلى بقية أرجاء أوروبا. أما الآن فجولة من الأخبار السريعة تأخذنا إلى أفغانستان التي تستعد لجولة إعادة بالانتخابات الرئاسية، وإلى كوريا الجنوبية المحطة الثانية لجولة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الآسيوية. وسط إشارات متزايدة على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة، حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما حال وصوله إلى كوريا الجنوبية بيونغ يانغ من عواقب هذه الخطوة. أوباما الذي وصل سيول قادما من اليابان المحطة الأولى في جولته الآسيوية التي تشمل أيضا ماليزيا والفلبين، قال إن هذه الزيارة تأتي بينما الكوريون الجنوبيون في حداد بعد مقتل أكثر من 170 شخصا في غرق العبار
وأن هذه الزيارة ستكون فرصة للتعبير عن مواساة الشعب الأمريكي لهم. في إعلان صدر بالإجماع وبلهجة حازمة أعرب الأعضاء 15 في مجلس الأمن الدولي عن مشاعر الغضب أمام المجازر في جنوب السودان، والتي وصفها مسؤول في الأمم المتحدة بأنها الأكثر سوادا في تاريخ البلاد. وهدد مجلس الأمن باتخاذ إجراءات مناسبة ضد المسؤولين عن التجاوزات، وخصوصا في مدينتي بنيتو شمال البلاد وبور في شرقها، في إشارة إلى إمكانية فرض عقوبات محددة الأهداف. بعد أن أظهر أحدث إحصاء للأصوات صعوبة فوز أي مرشح في الجولة الأولى، قال رئيس لجنة الانتخابات في أفغانستان إن بلاده تتجه لإجراء جولة إعادة بالانتخابات الرئاسية. فبعد فرز نحو 82% من الأصوات، لم يتمكن كل من وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله ووزير المالية السابق أشرف غني من الحصول على أغلبية مطلقة، وهو ما يمهد لجولة ثانية بينهما في أواخر شهر ماي المقبل. في الذكرى 99 لإبادة الأرمن، وفي بادرة غير مسبوقة وغير متوقعة من تركيا، قدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعازيه للأرمن على المجازر التي تعرضوا لها، ووصفها بأنها ألم مشترك. البادرة وصفتها واشنطن بأنها تاريخية، في حين اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن السابقة التي أقدم عليها أردوغان بتقديمه التعازي للأرمن تمثل تطورا من جانب أنقرة، ولكنه يبقى غير كاف. من جانبها اتهمت أرمينيا تركيا بمواصلة الإنكار التام لما تعتبره إبادة جماعية للأرمن إبان الحرب العالمية الأولى، والتي أسفرت عن مقتل 1,500,000 شخص. في إيران قفزت أسعار البنزين بما يقدر ب 75% عند منتصف ليل البارحة مع خفض الدعم الحكومي للوقود، في خطوة محفوفة بالمخاطر يأمل الرئيس حسن روحاني أن تساعد في تحسين اقتصاد أنهكته العقوبات الغربية. وقد تدافع الإيرانيون على محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار، لكن لم ترد أخبار عن اضطرابات على عكس ما حدث في عام 2007 عندما وقعت أحداث شغب في بعض محطات الوقود مع بدء توزيع الوقود الرخيص. ورغم هذه الزيادات، فإن أسعار وقود السيارات في إيران يبقى من بين الأرخص في العالم. وقال روحاني إن الأموال التي سيجري ادخارها من خفض الدعم ستستخدم لبعث وظائف للشبان العاطلين عن العمل. في أخبار الرياضة، يلاقي المنتخب التونسي للأواسط في كرة القدم منتخب موريتانيا غدا بنواقشط، انطلاقا من الساعة 5 مساء في إياب منافسات الدور الأول للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2015. وكان المنتخب الوطني المستفيد من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف دون مقابل، وصل مساء أمس إلى موريتانيا بعد أن أجرى تربصا تحضيريا في تونس. نتوقع باش تكون مقابلة زادة غادي صعيبة شوية، خاطر فريق شفناه يلعب مليح، عنده مدة ينشط مع بعض وفوق 3 سنين، هذه منها. منها ثانية زادة باش نقاو ظروف غادي، فما تقريبا 40 سخانة شفنا باش تكون موجودة، ممكن فوق 10,000 متفرج. معناتها هذوما ظروف تعرف ملعبية، معناتها لازم واحد يحضرهم نفسانيا خاصة على الكوتي هذا. نحن الحمد لله ما قبلناش أهداف في تونس، فزنا 3-0، دونك نحاولوا باش نجيبوا ورقة ترشح من غادي. وإلى أخبار ثقافة، فتحت شعار طالب يتذوق طالب يبدع انتظمت بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة تظاهرة طلابية ثقافية جمعت كل الأشكال الموسيقية وأعطت فرصة للطاقات الطلابية للإبداع. سعيا إلى تدعيم المنهج التنشيطي الترفيهي في صلب جماهير الطلبة، نظم المعهد العالي للفنون بقفصة تظاهرة موسيقية شارك فيها معشر الطلاب عزفا وفرجة. تظاهرة بعنوان أرت ميوزيكا تحت الشعار طالب يتذوق طالب يبدع. حاولنا في المرحلة هذه أنه قسم الموسيقى في المعهد العالي والفنون والحرف أنه يعمل حاجة جديدة، خاصة حبينا نوروا المواهب نتاع الطلبة في المعهد. والله كانت تظاهرات باهية برشا لمحالة ملقري اللي زي سريمو مشتلمو والبلاصة مشتلمو، مي هنا نحاولوا نخدموا الجرو ماكسيموم وحمد لله سامرش. فقرات هذا النشاط الإبداعي اختلفت فيها الأنماط الموسيقية بين الشرقية والغربية والصوفية، ولتجد صداها لدى الحضور. تظاهرة بيا وإن شاء الله ديما هكا، احنا ما طمعناش برشا ملي
ملي بدات تظاهرات تحدث في فنون الحرف بقفصة، تصور انها معناتها حاجة باهية وحاجة ان شاء الله مشرفة لينا وان شاء الله ديما هك. اول مرة تصير في قفصة وسمحة برشا، مشنا متعودين عليها، فكرة جديدة تطلع من قيمة قفصة شوي. بداية كانت بمثابة حجر أساس لتظاهرة أكثر أهمية ربما تؤسس لمهرجان موسيقي طلابي ذي صيت أرحب. وفي أخبارنا المتفرقة، تخصص منظمة الصحة العالمية يوم 25 من شهر أفريل للاحتفال باليوم العالمي للملاريا. هذا المرض هو الذي يعتبر فتاكا وينتشر في الدول الفقيرة وينتقل إلى البشر من خلال لدغات البعوض. مرض الملاريا يتهدد نصف سكان العالم ويصيب بالخصوص الأطفال بنسبة كبيرة جدا، إذ لا تمر دقيقة دون أن تسجل وفاة طفل في العالم. المرأة الحامل هي أيضا عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يهدد حياتها وجنينها. أما الأعراض الأولى للملاريا فتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع، ثم يتطور بشكل سريع خلال 24 ساعة إذا لم يعالج، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة. الشبكة العنكبوتية محور نقاش في البرازيل، إذ على امتداد يومين يدرس في ساو باولو مستقبل إدارة شبكة الأنترنت بعد تقارير تفيد بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية راقبت هاتف رئيسة البلاد ديلما روسافا. ويحضر المؤتمر قرابة 850 شخصا يمثلون مسؤولين حكوميين وأكاديميين ونشطاء وخبراء تقنيين، ومن بينهم مخترع الشبكة. ويهدف نات مونديال إلى الاتفاق على مبادئ مشتركة وتسليط الضوء على قضايا محددة قد تمثل أسسا لمناقشات لاحقة بشأن إدارة الإنترنت. وحتى قبيل انعقاد المؤتمر يبقى التباين واضحا حول مضامين الوثيقة النهائية لهذا المؤتمر ومدى إلزاميتها. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزير خارجية فرنسا وألمانيا يطلعان على سير تقدم مشروع السكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى. جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بقرقنا توقف خدماتها، والمعوقون وعائلاتهم يشكون تدهور وضعياتهم. الخارجية الروسية تصف العملية العسكرية شرق أوكرانيا بالجرائم الدموية، وتقول إن كييف ستحاسب عليها. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.